أنا آسف، بظن إنه في سوء تفاهم لأنه شركة تصاميم حيدر أنا لازم أوقع عنها. تصاميم حيدر؟ إيه؟ لا أستاذ، طلب المشاركة اللي تقدم للعرض كان باسم تصاميم دعاء. لازم توقعوا دعاء حيدر أختار. صح مدام؟ جد مكتوب عليه اسم دعاء. لك كيف ممكن يصير هالشي؟ الطلب ما تقدم باسم تصاميم حيدر، بس كيف مكتوب اسم دعاء هون؟ شو هذا دعاء؟ شو انتي اللي قدمتي تصاميم باسمك؟ قولي. ايه دعاء يلي قدمت التصاميم باسمها بهي المسابقة. وهي كل تصاميمها انقبلت فورا. امي بس ليش؟ لحتى دعاء تعمل هيك؟ ايه مستحيل تعمل شيء يهين حيدر بهالطريقة، ما بعرف ليش عملت هالشي. بس أنا واثقة في سبب مقنع لتعمل هيك. وقعي هاي الأوراق. رح أعتمد عليكي لحتى ننجح ولحتى نقدر نشارك بمسابقة أسبوع عرض أزياء فساتين العرس. إذا نحن عملنا كل شيء بالطريقة الصحيحة فأكيد رح نقدر نشارك بأسبوع عرض الأزياء هاد، ورح نقدر نشتغل على مستوى عالمي. دعاء، مسؤوليتك رح تزيد من هلأ ورايح. أنت لازم تتكفلي بكل التحضيرات، وأهم شيء أنه أنت اللي لازم تقرري مين اللي رح يستلم كل قسم. وبدي أشطر الفنانين والمصممين معنا. إذا مننجح بالفرصة اللي صحت لنا فحلمنا نحن رح يتحقق. دعاء
بشو عم بتفكري؟ وقعيون يلا. دعاء هاي المرة لازم تاخدي حقك. يلا اسمعي مني دعاء، وقع. سامحني يا حيدر، أنا مجبورة، أنا ما كان عندي أي خيار تاني، عم بعمل هيك لأنقذك أنت وروهان والعائلة وشركتنا من إيدين غزل وخططة السيئة. العفو مدام. شو اللي عم يصير؟ بدل ما تقدمي هذا الطلب باسم تصاميم حيدر، قدمتيه باسمك وما خطر ببالك تناقشيني حتى؟ ليه؟ رح أحكي لك ليش. أنت بتعرف عن العرض التقديمي والتصاميم صح؟ امبارح أنا طلبت من رافي يقدمهم كلهم باسمي. رافي؟ كيف بتخبي الحقيقة عنا؟ كيف قدرت تعمل هيك؟ قلي لشوف، مو بتعتبر حيدر أخوك الكبير؟ وبتعتبرني أمك كمان؟ بس مع هيك أنت ما فرق معك هاد الشيء أبداً وخنتنا، واخترت تكون مخلص لدعاء. شفت يا حيدر؟ هاد اللي كنت تعتبره رفيقك، ما هيك؟ كنت فخور فيه لرافي، وبالأخير شوف شو عمل، طلع حية مخباية بتيابة، صار له سنين عايش من خيرنا. كيف؟ هالمسكين له سنين عم يشتغل عندكن وبيعمل كل شي بدكن، ليش هيك عم تحكي عنه بالعاطل؟